أستاذة أميرة عثمان، اشتهرتي في السودان بتمردك على السلطة السياسية وعلى سلطة الرجل، لماذا؟ أنا لا أتمرد على سلطة، أطالب بحقي فقط في الحياة الكريمة. ولكن أنت، وهناك من يتهمك أنت وناشطات أيضا في الحركة النسوية في السودان، بأن كنا تحاولن تطبيق قوانين نسوية لا تتماشى مع البيئة والثقافة السودانية، كيف تردين على ذلك؟ نحن في مبادرة لا لقهر النساء نحاول أن نصنع قوانين تزيد من كرامة المواطن والمواطنة السودانية. قوانين تكرم المواطن، القوانين المسنة حاليا فيها إذلال لكل المواطنين السودانيين نساء ورجالا. مثل أي قوانين بالتحديد أستاذة أميرة؟ مثل قانون النظام العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون العمل، كل القوانين في السودان هي فيها تمييز ممكن يكون سلبي تجاه الجنسين، وإن كان هو في بعض منها تمييز إيجابي تجاه الرجال، لكن هو ضمنيا لما نحن نخوت أنه الراجل هو المفعول به حيطلع أنه هو ذاته ضحية لهذه القوانين والعقلية الوضعة القوانين.